السيد عامل إقليم تطوان، السيد الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، السيد رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، السيد مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الشارقة، السيد نائب رئيس جماعة تطوان، السيد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المغربية، الشاعرات والشعراء والمشاركات والمشاركين في هذه الدورة، حضرات السيدات والسادة، لأول مرة في التاريخ لم يعد النجوم يظهرون في شاشة السينما، بل صاروا يجلسون في كراسيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعادة رئيس دائرة الثقافة بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. سعادة عامل إقليم تطوان. سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. السيد مدير إدارة الثقافة بدائرة الثقافة بالشارقة، السيدات والسادة ممثلو السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، حضرات السيدات والسادة كل باسمه وبصفته. يسعدني أن أشارككم اليوم نيابة عن السيد محمد بن عبد السعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الشعراء المغاربة وتطوان، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهو المهرجان الذي يمثل نموذجا للتعاون الوثيق القائم بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية ودائرة الثقافة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا نعود إلى المملكة المغربية الشقيقة، حيث كنا في الأمس القريب لتكريم رموز للثقافة المغربية بمدينة الرباط. إن تواصل الشراكة واصطدامتها بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ودائرة الثقافة بالشارقة عزز التعاون لخدمة الثقافة العربية واستمرار عقد الأنشطة الثقافية المتنوعة. وها نحن اليوم نعود للاحتفال بالدورة الرابعة لمهرجان الشعراء المغاربة في تطوان وافتتاح فعاليات هذا المهرجان الشعري الكبير، تفعيلاً لساحة الأدب والشعر واهتماماً وتقديراً للمثقف ودوره في النهوض والبناء. إن هذا التنوع في النشاط الثقافي
يأتي في إطار توطيد أواصر المودة والتواصل وعمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لكلا البلدين الشقيقين، كما يعكس التعاون المشترك لخدمة الثقافة العربية ورموزها. معكم وقفكم.